مواصلة يا باشا، أحلى مكان. إبراهيم وطارو أوقعوا في دكة السيتي. أهلا بيكم يا رزيعة في فلوج جديد من إنجلترا. وعدتكم فلوجات السنة اللي فاتت بعد الكومنتات الرائعة إني هعود مرة تانية، وهعود بتجارب مختلفة، بتجارب المرة دي هتنبهروا بيها، تجارب عايز أوريها لكم، تجارب سمعت عنها بس متحمس ليها بشكل غير عادي، متحمس اخدكم معايا في رحلة اول مرة حضوري النهاردة شامبيونز ليج ودوري ابطال اوروبا في مباراة مهمة جدا، مانشستر سيتي بطل انجلترا والانتر بطل ايطاليا. هنشوف المواجهة النارية من ملعب الاتحاد، ومش بس من ملعب الاتحاد، بتجربة خيالية VVIP بوكس لاول مرة هتشوفه اللي عمرك ما شفته قبل كده. لو متحمس اعمل لايكات كتير، اشترك معنا في القناة عشان لسه في فلوجات اهم واهم جاية في الطريق جامدة قوي، فحمسوني يا رزيعة عشان نعمل لكم فلوجات اكتر. ويلا بينا نشوف رحلة دوري الابطال النهاردة. جمهور الانتر في نص المدينة مش همهم حاجة. يلا عمر تعالى ماتش بدا من اوله، احتلوا المدينه، يلا احتلوا مانشستر. لسه ماتش بدا له خمس ساعات. طيب لو مش مصدق ان الفلوج هيبتدي ناري، الفلوج مش طبيعي، الفلوج في مرحله تانية من الفلوجات، هوريك المواصله اللي هروح بيها النهارده المباراه وركز معايا. بص المواصله يا باشا، النهارده رايحين بالدلع كله، دكتور عبد الله مدلعنا، نركب هنا بالرولز رويس رايحين بيها ملعب الاتحاد. مش هتكلم يا جماعة، مش هتكلم يعني. شايفين؟ اركب اركب اركب. عمرك رحت ماتش قبل كده برولز رويس؟ لا طبعا. حاجة يعني بداية خير، بداية خير والله. الجو رايق، الجو نموذج، الجو بيقولوا عمره ما كان في مانشستر. احنا دايما وشنا حلو على الجو، خلي بالك بيجي بالشمس. الملعب اهو، ملعب الاتحاد طبعا، داخلين بالعربيه دخول برايفت. وصلنا ملعب الاتحاد لاول مره، زيارتي بتكون في الملعب ده، ملعب عريق، ملعب شكله عملاق يا جماعه، حاجه بتؤكد على نجاح النادي ده. اكيد الاستاد ده بقى خلاص دخلوا البطولات الكتيره، دخلوا الثلاثيه، والنهارده في حلمهم عشان يكملوا البطولات امام الانتر. تعالوا افرجكم على جوله خاصه جدا لسه بتبتدي. طبعا لو انت في الملعب هنا تيجي على طول قبل ما تخش لازم زيارة للستور، زي اي نادي عملاق في اوروبا عنده الستور الخاص. شفنا ستورز كتيرة، ولكن تعالوا نقارن ستور مانشستر سيتي. انت قلت لي هتحكي لي القصة بتاعت التيشيرت الليميتد اديشن بتاعت سيتي يا عمر. اه فبص يا سيدي، تعرف ان سيتي هم دول عاملينها عشان من 20 سنة كان في ألبوم نزل من فرقة اسمها أويسس. اوكي دي زي البيتلز كده في ليفربول بالظبط، هم من مانشستر وهم بيشجعوا مانشستر، مجانين بيروحوا كل الماتشات. وحاليا هم سابوا بعض الفرقة، بس أول مرة من 20 سنة رجعوا. فهم راجعين السنة الجاية هيفتحوا بقى، هيعملوا تور، فعشان كده مانشستر سيتي عاملين التيشيرت ده عشان سبب التور. والفرقه دي كانت في مدينه مانشستر. اه الفرقه دي هم مجانين مانشستر، فدول يا جماعه زي البيتلز كده اشهر الفرق، مستوحى منهم الطقم ده. وهو نول اللي هو اختار المغني. آه. هو اللي مختار الطقم ده، فعشان كده قلبت الفيديو وعاملين صور، نفس الصور بتاعت اويسس دي، نفس صور حاطين اللعيبه مكانهم. يعني ده كان بالظبط يا جماعه، الفرقه الموسيقيه كانت بتبقى بنفس الشكل ده، وحطوا اللعيبه بدلهم عشان يستوحوا منهم التيشيرت الجديده. بصراحه احلى واحده في التيشيرتات كلها، انا هشتريها. بص بالخط كمان عاملينها كده خطيره، والارقام برضه. اجيب لك واحده على عمر دلوقتي، نجيب اثنين. بحب فودن قوي. يلا بينا. ايه الستور اللي فيه كل حاجه ده؟ ايه ده؟ كفايه الكاسات اللي موجوده كده، تيشيرتين وجبت ميداليه الشامبيونز ليج، ما كسبناهوش فقلت اشتري ميداليه.
ركبه عندك وحط الستيكر ارسنال بس وحط عليه ارسنال عادي يفضحونا هنا. بقول لك ايه، فاضل حاجه واحده. عارف انا بشتري كل ماتش طبعا ايه؟ السكارف بتاع المباراه بتاع النص نص. اعشق الحاجات الميموريز دي، اعشق. اي فين ركبها ورا ايه تتباع هنا ايه؟ اكتر حاجه يا جماعه بتكلفني في الماتش لازم اشتريها، لازم. الاسعار اهي هتلاقيها ب 16 هنا، الطاقيه ب 25، بوريكم الاسعار يعني. بس لازم تجيبها نص السيتي، وهتلاقيها نص التاني بتاع الانتر. دايما اي ماتش لازم اروحه تبقى افضل تذكار ليا من المباراه بصراحه. بس الشياكه اللي التيشيرت بتيجي فيها، بص حلاوتها. وادي الكوفيه، وادي هالاند بيبص لك ادفع يا اما اجي ابخ نار في وشك. انا بحب الشعب العراقي. الله يحفظك والله يا رب. الله يخليك. الله يسلمك. بص الكلام الجميل بقى لما هنا الله يخليك يا ربي. قال لي المدينه اللي انت اخترتها احلى حاجه، فحضرتك احلى شيء. ايوه صح، حتى انا مشتري وحدات. حضرتك بقى لك قد ايه؟ بقد ايه هنا؟ 15 سنه. أيه. حضرتك مسؤول هنا الامن كله. أيه. ما شاء هنا الله. بس بالمحل هذا هنا في الستور. أيه. يا جماعه اي حد يجي هنا خلاص هيتوصل بيه. خلاص تأمرون على الراس. خلاص اي حد يجي يقول لك تبع الرزيع ماشي. خلاص خلاص على راسي. الله يكرمك. أحلى الله يكرمك حبيبي. الواحد انبسط واشترى. انا مالي يا جماعه، انا ما بشجعش السيتي يعني، انا اتدبس ليه؟ بس بصراحه حاجه رائعه، ستور زي اي ستور ممكن تشوفه من الاستورات العالميه. جبت البضاعه ويلا بينا. ايوه على الشياكه، على العضلات باينه يا باشا. اهم حاجه ايش الشياكه دي؟ بس اوعى تقول لحد في ليدز ايه. لا ما احنا مش هنقول ولا حد هيعرف خالص، ولا حد هيعرف ان انا لبستها برضو. في فلوج ما تعمليش مزلير الخاين. مضيت اهو، عندي اختبارات في قبل الماتش شويه. وانا كمان وانا كمان مانشستر سيتي. ولبسنا كوفيه الانتر عشان برضو ايه محدش يقول حاجه يعني. احنا في واقفين في النص، ناجين نستمتع بالاجواء ماتش وتشامبيونز ليج ونغني تشامبيونز. وصلنا الملعب تشامبيونز 4 ان ا رو، طبعا الاحتلال للدوري الانجليزي. ومن هنا هيخش اللعيبه، وهنبقى موجودين دلوقتي نوريكم حاجات عمركم ما شفتوها ابدا من اللعيبه، وصول الانتر ووصول مانشستر سيتي في خلال دقائق. بصوا يا جماعه احنا داخلين منين؟ داخلين من مطرح ما اللعيبه هتخش هنا، والناس بقى بتستناها هنا. ايه ده ايه ده؟ ده دي بروين ده اللي معدي قدامي ده ولا ايه؟ دي بروين ده يا كابتن بنحبك. حاجه في منتهى الوهم. شفت الشغل؟ شفت الشياكه؟ طبعا رايحين دلوقتي افرجكم على اهم بوكس في استاد ملعب الاتحاد. البوكس بتاعنا داخلين عليه، وتعالوا اوريكم الدلع. ده الممر اللي بتشوفوه وانتوا رايحين البوكس بتاعكم. ايه الدلع ده؟ لسه في مفاجآت، انا لسه ما ابتديتش. شباب جميل ان شاء الله. تيجي تتفرجوا على البوكس بقى؟ انا شايف شغل عالي من هنا. احبسكم اوريكم ولا لا؟ اوريكم. والله والله اتفضل يا ابو صالح. بص الشغل بقى، اعلام طبعا السعوديه، شركه اعمار اللي مستضيفانا هنا في مانشستر سيتي. بص قاعدة كاملة، وهنا في شوية أكل ونقانق كده. وبعد كده هتلاقي هنا بقى إيه مكان تاني للقعدة، وبعد كده تطلع للحلاوة بقى، تطلع للملعب والبوكس الخاص في أحلى مكان. لا 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 لا، مكان رائع. شايف الملعب كله كشفه تماما، ملعب عملاق، ملعب شكله رائع يا جماعة. بص بقى إيه اللقطة المميزة، إن أنت هتقدر تتابع ماتشات تانية بتحصل أول ماتش نفسه في الشاشات الخاصة بتاعتك. وده اللي عرفته، إنك ممكن تجيب ماتش تاني في الشامبيونز ليج شغال، تبقى بتتفرج على ده هنا. والفار بيقولوا لي هنا كمان بتعرض الفار، عشان لو إيه في كورة مش متأكدين منها تلحقها على طول، تبقى قاعد في الكراسي. طبعا كراسي إيه يعني، متبطنة وجلد، حاجة في منتهى الشياكة. أنا أجرب كده القعدة. يا سلام يا سلام يا سلام. تقول لي طب انت جاي يا موريسيو بدري، يقول لك افوت الدلع ده كله وما تجيلوش بدري، يعني اجي على الماتش على انشغل بالماتش. لا ده عايز يجي له بدري، الاكسبيرينس بتبقى كامله، بتتباع بالشكل ده، تيجي بدري عشان بعد ساعه لسه اللعيبه هتوصل، لعيبه الانتر ولعيبه مانشستر سيتي. قالوا لنا هنبلغكم دلوقتي ان لما اللعيبه تيجي تنزلوا تستقبلوهم تحت وتتصوروا معاهم في لحظه وصول الاتوبيس. فاللي جاي اقوى بكتير من اللي عدى في الفلوج لحد دلوقتي. واتس يور نيم ماي فريند؟ ماثيو المصور الخاص يا جماعه، جايبينه النهارده من مانشستر سيتي، بيعمل لنا فوتوشوت في الملعب. بص الدلع، بص الصوره. ايه ده، بيب جوارديولا اور هوز ذس جاي؟ يس هي لوكس بيتر ذان بيب. ها يو وان انذر فوتو؟ بص الدلع بص الدلع.
بص الدلع يا باشا جايب ان هو بقى ايه عشان يا سلام شاف هوبا ثانك يو. عجبني قوي الثيم السعودي اللي عاملينه في البوكس هنا، الوان الخضراء مع العلم السعودي، وطبعا هتلاقوا تيشيرت السيتي اللي ماضيين عليها. طبعا ادونا البلو كاربت اكسبيرينس، تجربه السجاده الزرقاء انك تنزل دلوقتي تستقبل اللعيبه من هنا تحت اهو، نبقى واقفين هنا ووريكم كل حاجه. طبعا نزلنا دلوقتي خدنا البادج بتاعنا ونزلنا نقف في استقبال اللعيبه، اللعيبه هتخش من هنا، هتدخل من عندنا والناس بقى بتستنى كده كلها عشان اللي يسلم والاطفال واقفين عشان ياخدوا امضاءات اللعيبه. فخلينا نشوف التجربه دي هتروح لفين. بص يا جماعه الابداع، قايل لك فاضل 43 ثانيه على الماتش بالثواني والجي بي اس شغال مع الاوتوبيس لحد لما يوصل بالدقيقه وبالثانيه كله محسوب. العيال ابتدت تتحمس، كله بيصرخ، شايفين الشاشات والاوتوبيس هيدخل في خلال ثواني بالظبط. تعالوا نشوف هتبقى بجد ولا لا. اهو اعمل نفسي عيل ولا ايه؟ تجربه بصراحه رائعه. بعد ما طلعنا طبعا الاوضه قالوا لنا دلوقتي في حد من نجوم السيتي الصف الاول هيخش علينا الاوضه دلوقتي، فمستنيين المفاجاه، حد جاي يدلنا على التيشيرت، يدلنا على الماتش بوك، فخلينا نشوف مين هو النجم اللي هيخش علينا دلوقتي. نيتن اكي دخل يدلنا في الاوضه زي ما انتم شايفين، جزء من الاكسبيرينس انك تخش تتصور معاه ويمديلك على الماتش بوك ويمديلك على كل حاجه لكل الناس اللي موجوده في الاوضه. احنا واقفين اهو لاعبين الشباب هيبقوا ممكن يبقوا نجوم السيتي في يوم من الايام يا جماعه، بيعملوا معاهم نفس الكلام، ناس بتتصور معاهم برضو، يدوهم ثقه وتبقى انت بتلقط المستقبل قبل ما يحصل. فين؟ احنا في الملعب. لا 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 احنا رايحين فين؟ لا 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 طالع من مدخل اللعيبه طالعين، مش ممكن ايه الحوار ده؟ ترى لعيبة الانتر ايوه يا عم هلا ايه اللي جوه ده؟ طبعا لازم تعرف انه برضه في لعب وفي كوره، بس ترى في جانب برضه هنا جانب كويس، انه سيتي وفر لك غرفه بريير روم هنا، خمس اكثر من 5 إلى 10 غرف بريير روم في ملعب الاتحاد. واو واو الفيديو هنا عشان فهمت الناس طبعا. هذه مسجد موجود يا جماعه للناس تصلي، شيء في منتهى بصراحه الاحترام. اللحظه الحاسمه هم بيزوموا ليه كده؟ كل جمهور السيتي بيزوم على دوري الابطال. ابيض Champions! Allah! Champions!
باي. ليالي دوري الابطال. هل ينتقد الانتر النهارده من السيتي بعد نهائي دوري ابطال اسطنبول؟ نشوف سيتي بيلعب بالتيشيرت الجديد اهي والفرجه من فوق. ايه رايك يا امير من الفرجه من فوق؟ شايف الملعب كله؟ لا بصراحه خطيره، والملعب اصلا بصراحه جامد. وهمي امبارح قلت رقم، لا هنا رقم مش ممكن بصراحه. الملعب تحسه كمان اكبر من الملعب الاولد ترافورد، متقسم صح؟ حاجه لقى. بس سامعين صوت جمهور الانتر زعلانين قوي. صوت كراهاتين، ده صوت الانتر. كان بيتوك اباوت رودري، شكل عندهم مشكله، عايزين البالون دور غالبا. عايزين البالون دور، بس مش عايزين حاجه. كانوا معترضين على دوري الابطال، جمهور السيتي جامد، جمهور الانتر يا جماعه شغال النار، شغال نار في الملعب بصراحه، شيء مبهر. خلينا نشوف المباراه تروح لفين. جمهور الانتر خطير يا جماعه، ما بيهمتش برضه. السيتي بيفتح خطوطه بشكل غير طبيعي برضه في الملعب، باين قوي هو مرسك تماما، كل الريسك قدام فاتح، فتلاقي الانتر بيروح بكور دايما، تلاقي عنده كور مرتده، بس في الاخر هو بيلعب بشكل مش طبيعي لما يهاجم مانشستر سيتي. برضه اغلبيه الوقت هتلاقي الكوره معاه. تتفرج على الحلزونات اللي بتحصل في نص الملعب قدامك، شيء برضه مختلف. سبت الماتش جوه، بس قالوا لي في حاجه جت في الاوضه لازم تشوفها، فيعني اعمل كده الاقي درع الدوري الانجليزي الاصلي مش ريبليكا موجود عندنا هنا في البوكس بتاع الفرقه. حاجه يعني الواحد مش عارف يقول ايه، حاجه اهو، ولا ساحر ولا شعوذه اهو. انا خايف اخبط فيه بقى اوقعه، انا ما تخافش فامين. السيتي مسيطر والانتر بيلدغ، عمال يلدغ واحده ورا الثانيه. في جون للانتر، في جون للانتر، حاسس كده ها. خلص الشوط الاول، متوقع فرقتين رخمين، فرقتين مفيش حد فيهم سهل، طبيعي ان يخلص 0-0 على امل ان الشوط الثاني يبقى فيه شويه اجوان. فين الهاف تايم تجربه الفي اي بي؟ تيجي تلاقي اللعيبه نازله من جنبك، الحكام ماشيه، هتلاقي دلوقتي جوارديولا وهالاند وكل الفريقين نازلين من جنبنا لازق كده، تعرف تخبط لهم، بتحبوا بقى تسلم عليه، ما بتحبوش ايه تضايقوا شويتين. الحقيقه تجربه خياليه. دراما اهو قدامنا، تراب، خبط خبط خبط. لوتارو مارتينيز هو نزل. لوتارو يا جماعة. لوتارو مارتينيز. لوتارو. لوتارو. الموضوع ده يا جماعة. وادي الحكام. بص يا جماعة أنا واقف فين بالظبط؟ الموضوع ضحك جدا. واقف في التانل. إيه ده، بص هو مش شايفني. خد 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 أقول لك حاجة. خد أقول لك حاجة. كابتن كل اللعيبه ايه، بص هو كبير، بص بيبص ازاي مش شايفنا، بيسك هو عندهم مرايه وبعيد اللعيبه، هم مش شايفيننا، احنا شايفينهم، وهو فاكر انها مرايه، فهتلاقي ان اللعيبه بتيجي تخبط. يا سي هالاند اهو، هالاند ضحك جدا. لا هو لسه حاجه دول فاكريننا مرايه. بيجي يتفرج عندي بالموبايل. ادي كوفاسيتش كمان اهو معدي. كله نازل. واقفين. فكرة عبقرية. عجباني الفكرة فشخ. صح. يعني قادرين يبيعوا الهوا، كل حاجة بتتباع، انك تيجي تقف هنا ده اكسس لوحده، سعر لوحده. كل حاجة حصلت في الفلوج بسعر لوحده على التذكرة، فشيء بصراحة خيالي، ناس بتفكر. بصوا الطلعة دي بقى. بصوا الطلعة دي احنا فين؟ بصوا جوارديولا ورايا اهو، شايف شايف هو فين؟ اهو كل دكه السيتي اهي. واو بصوا يا جماعه المذيعين بيقعدوا ازاي بقى هنا، والمحللين قدامهم الكتابه وقدامهم الحاجه، كله شغال. ماتش تكتيكي بحت، عايز نص فرصه عشان تخش، اللي هيجيب هيتقتل على الجول. بس حلو، انا مستمتع بالمباراه برغم انها ما فيهاش اهداف بصراحه، بس ماتش حلو، ماتش كوره يعني.
سامع الشتيمه ورانا تونكي باتافوكا كانت خطيره. الانتر كان هيخلص بسرعه. هي بصراحة الميزة الوحيدة في الماتش كله ان دي بروين اتصاب، يعني نتمنى ما يكونش موجود قدامنا في ماتش ارسنال. مصائب. يا باشا احنا وحشين قوي. انا شفته طالع من هنا برغم يعني الاستضافة بصراحة والهدايا، بس انا مش قادر يعني. لا ما انتوش هتشترونا برضه يعني. لا يا جدعان السيتي ضيعها كتير، ضيعها كتير في اخر تلت ساعة دي قوي قوي قوي. بس الانتر شكله خلاص هو متبت، عايز يطلع بالتعادل من الماتش ده، واشوفها نتيجة خيالية للانتر بالتأكيد، يعني انه يطلع من ملعب الاتحاد بالشكل ده شيء مبهر. بصوا ادرسون فين يا جماعة، بصوا المسافة عاملة ازاي، مش ممكن يعني. كان هيخش الجول في اخر دقيقه. على الله ما يتقمنوش بس مننا احنا، بيبقوا متضايقين من التعادل ده ايه، ويجوا يبخوا في وشنا يوم الاحد. وبكده يبقى خلص اول فلوج من مانشستر سيتي من ملعب الاتحاد. اول مره احضر تشامبيونز ليج، اول مره اخد الاكسس ده، اول مره اتفرج على عظمه الملعب. حقيقه بيدل على نجاح فريق، بيدل على اشياء كتير قوي بتحصل في النادي ده، احتلال انجلترا. شفتوا الاجواء، وبوعدكم ان ده مش اخر فلوج، بوعدكم ان كل مره هيبقى اكسبيرينس مختلفه، كل مره تجربه مختلفه تماما، هفرجكم على تجارب مختلفه كل مره من الملعب ده. عندنا فلوجات كتير، فتحمسوا، افتحوا تطبيقاتكم، لايكاتكم المحترمه، شجعوني على اللي بعمله، واشوفكم على خير يا احلى رزيعه في الدنيا. فلوجز جديده، وتابعوني على انستجرام عشان تتابعوا الماتشات اللي مش بعمل لها فلوج. في ماتش مانشستر وبارنزلي كان في الكاراباو ما عملناش فلوج، كان في وهيبقى في فلوجات تانية ممكن ما يبقاش فيها فلوجز. الدنيا برد بس مكملين شغل ومكملين ماتشات. نشوفكم على خير، وكفايه رزع قوي لحد كده.